يقول السائل: أريد السفر، فهل أبيت أبيت نية الفطر؟ وماذا لو ألغيت السفر؟ وهل جلسة الاستراحة سنة في الصلاة؟ السفر لا يجوز الفطر فيه إلا بعد ما تخرج من البلد. ما دمت في البلد الإقامة، ما دمت في بلد الإقامة فإنك تصوم. فإذا سافرت في النهار خرجت من البلد، حينئذ تفطر، لأنك تحقق لك السفر. بعد ما خرجت من البلد تحقق السفر، أما قبل أن تخرج فأنت لم يتحقق لك السفر. نعم. وجلسة الاستراحة الصحيح أنها للمحتاج، من كان يحتاج إليها لثقل بدنه أو لمرضه فإنه يجلس للاستراحة، أما القوي فإنها لا تشرع له. نعم.